شلل الوعشي أو ما يسمى بمرض باركنسون هو مرض كنلاحظوا خصوصا مع التقدم في السن، يعني من الأسباب الرئيسية ظهور المرض وخصوصا التقدم في السن، ولكن كذلك بعض الأسباب اللي هي كذلك تتداول هي مشكل ديال يكون مشكل عائلي، يعني أسباب عائلية ممكن. بعض الأسباب أنه الناس اللي ربما يعني كانوا صدمات نفسية أو صدمات كذلك في الدماغ، معروف المثال ديال البوكسور اللي محمد علي اللي هو صابوا المرض واحد السن مبكر وتم يعني مداولة المسألة ديال الضربات الرأس، فكتقدر تسبب لي تروماتيزم كرانيان، كتقدر تسبب كذلك في هذا المرض. كاين أسباب وراثية كيف ما قلنا كذلك. هو خلل أو نقص في مادة الدوبامين اللي كينتجها واحد الخلايا في وسط الدماغ، الخلايا السوداء او النويو غري سونترو اللي كينتجوا هذه الماده الدوبامين. ماده الدوبامين هي اساسيه في التوازن ديال 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 الشخص او التوازن ديال الذات بصفه عامه، لا سواء في المشي او في الحركات. فبالتالي هذه الماده ملي كتنقص كيجعل الانسان كيلقى صعوبه في الحركات في المشي، ربما تتعرضوا للسقوط، وكذلك قلنا في التوازن في الحركات، فكتلقى الشخص انه كيبدا يرتعش، ذاك الارتعاش كيقدر يبدا في يد وحده ربما ينتقل الى اليد الاخرى او كذلك الاطراف الاخرى، رجلين وكذلك الراس، يقدر يكون يعني ارتعاش عام تروبلمون جينيراليزي. كيلقى مشكل كذلك نلاحظوا مشاكل في الكلام، يعني لا ديزارتري، مشاكل في الكلام، الانسان كيلقى صعوبه انه حتى باش يتكلم وكيلقى صعوبه في التواصل، وربما حتى الشكل ديالو كيلقى لاحظوا انه الوجه ديالو كيتغير، الملامح ديالو. فهذه مساله مهمه، لان هذا التغيير في الحياه ديال الشخص غتعرضوا لمشاكل كبيره في الحياه اليوميه ديالو، غيلقى صعوبات كثيره في التواصل مع الناس، صعوبات كثيره في المشي، كيف ما قلنا يقدر يعرضوا للسقوط والمشاكل الصحيه من بعد ديال انه كيبقى يقدر يبقى طريح الفراش. كذلك ثبت علميا انه الناس المصابين بمرض الباركنسون كذلك اكثر عرضه للمشاكل ديال 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 النسيان او ما يسمى بالخرف. الناس اللي عندهم الباركنسون عندهم مشاكل كذلك ديال لا ديمونس او مشكل ديال الخرف، وهذا بالتالي كيعرض الناس انهم يقدروا مع الوقت يفقدوا التواصل ديالهم مع الناس، ويفقدوا لانهم يعرفوا راسهم الاماكن اللي فيها ويتواصلوا مع الناس، ويلقاو صعوبه من بعد باش يفقدوا الاستقلاليه ديالهم. بالنسبة للطرق التشخيص فهو مع الأسف هذا مرض اللي فقط تشخيص كلينيكي، ما كاينش يعني تحاليل طبيه او يعني يعني راديوات كراني مغناطيسي او سكانير، ربما نطلبوا في بعض الاحيان، لكن التشخيص وخصوصا تشخيص كلينيكي، وبالتالي كيجعل انه الطبيب ملزم انه يشخص المرض يعني فتره مبكره، وكذلك العائله ملي كيلاحظوا هذه المشاكل الصحيه خصهم يلتجؤوا عند الطبيب في اقرب وقت. موجود علاجات، العلاجات ادويه كتخذ اللي كتجعل ان المرض كينقص من الحده ديالو، وخصوصا في البدايه كيف ما قلنا كل ما تعالج او تشخص المرض في البدايه كل ما الحظوظ ديال النجاح كتكون افضل. ادويه موجوده كثيره، خصوصا كنعتمدوا على الادويه اللي فيها ماده الدوبامين، ولكن كذلك كاين ادويه اخرى مشابهه للدوبامين، لي زاغونيس لا دوبامين، حتى هما عندهم نتائج طيبه خصوصا في البدايه، وخصوصا في عند الاشخاص اللي بداهم المرض في سن مبكر. كاين عمليات جراحيه كتقام لزرع يعني هاد لي نويو غري في الدماغ، هاد العمليه الجراحيه كتقام، ولكن خصوصا ملي ما كتكونش نتيجه مع الادويه، وخصوصا انه المريض كيكون باقي يعني ماشي في حالات متقدمه وماشي مسن، ربما كاين حالات اللي كنلاحظوها كتصب المريض على 45 سنه او 50 سنه، فهاد الحاله الادويه ما كيكونش عندهم نتيجه، وكتكون ربما عمليه جراحيه اللي كتقدر تعطي نتائج طيبة.